السلام عليكم، مرحبا بكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. على بالي بلي تاخرت عليكم وعندي مده ما حطيتش فيديوهات. بصراحه في شهر رمضان كنت مشتغله، واكيد انتم ايضا كنتم مشغلين. الانسان يركز على العبادات في شهر رمضان، يغتنم الفرصه، لذلك ما قدرتش نحط لكم فيديوهات، مع اني كنت نصور العديد من الفيديوهات لكن فقط ما عملت لهمش المونتاج. اذا رايحه نعمل لهم المونتاج ونبدا نحطهم لكم، واليوم راح يكون اول فيديو اللي حنحطه لكم المغرسة اخر النباتات الصيفيه. حبيت برك نوري لكم هذه اخر نبته شريتها، هي كما اكيد راكم تعرفتوا عليها، هي نبته الجهنميه. في كل عام نشوفها في المشاتل ونقاوم ونقول ما نشريهاش لانه هي لا تقاوم البرد عندنا، ونفكر نقول كي وصل في فصل الشتاء وين نحطها، لكن هذه المره ما قدرتش نصبر عليها. وكما راكم تشوفوا راني شريتها، راني حطيتها في هذا المكان اللي يتلقى الشمس بعد الظهر، راهي مازالت في الاصيص الاصلي اللي شريتها فيه، ربما نغير لها اصيص اكبر بعد ايام. المهم ما نكترش عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو اللي صورته خلال شهر رمضان، ونتلاقاو في الفيديو القادم. يلا سلام. في الفيديو تاع اليوم ساقوم بزراعه اخر مجموعه من الابصال والازهار الصيفيه اللي كنت شريتهم ووريتهم لكم في الفيديو في فيديو سابق، حيث اننا فتحنا العلبه مع بعض. اذا كاين هذوما اللي هي ابصال النرجس، يعني هما كاين ابصال صيفيه هادو بالتحديد، يعني الازهار تاعهم يكون في فصل الصيف كما راكم تشوفوا هنايا مكتوب. اذا حنزرعهم الان. كاين عندي كيسين كل وحده فيهم 5 ابصال، اذا هادو بالاضافه الى ذلك حاقوم ايضا بغرس الهوني دو كون فلاور. هما انواع من الازهار المعمره عندنا هنايا، هذه اللون تاعها مائل الى الاخضر كنت وريتها لكم، بالاضافه الى هذا الكيس اللي فيه الوان مشكله، هناك 6 نباتات مشكله. وهنايا لو كان تشوفوا معايا هنا في الارشادات قبل الزراعه يقولوا قبل زراعتها يجب ان نقوم بنقعها في الماء لمده 30 دقيقه، لذلك ساقوم بذلك الان معكم. ننقعها في الماء ونخلوها 30 دقيقه، في هذاك الوقت نروح نحضر الاماكن والاسس اللي حنغرس فيها. اذا هنا كاين 6 حنوضعهم داخل هذا، وضعت فقط ماء عادي داخل هذا الدلو، وهذا بما انه كاينه نبته وحده فوضعت هذا الصغير، وإلا احتجت نزيد الماء رايحة نزيد. إذا راني نستخرجها ونحطها في الماء. كما تلاحظوا هنا هاد النباتات وضعوها في هاد المادة اللي هي البيت موز باش يحفظوا لها الرطوبة تاعها. نروحوا للأمام لأنه هادو يحبوا شمس ساطعة، هذه هي يعني الخاصية تاعهم، يحبوا مكان مشمس. إذا أنا عندي في الحديقة الأمامية هناك يعني تتلقى شمس بعد الظهر طول النهار، فالصباح يعني فيها ظل، لكن في ابتداء من الظهر حتى نهاية اليوم فهو جو مكان مشمس. إذا حنغرسهم تما، نروحوا مع بعض التم نحضروا الأماكن، نوضعوا الحفر، ومن بعد نرجعوا بعد 30 دقيقة نغرسوهم، وأيضا نبداو بهادو أيضا نغرسوهم لما يحتاجوش إلى نقع، ومن بعد نرجعوا للأزهار الأخرى. هيا نتلقاو في الأمام. إذا قررت اني بصال النرجس نوضعها في هذا الاصص اللي موجودين فيهم الشجيرات تاع القرطاسيه، هذه راهي بدات كما قلت لكم بالاستفاقه. اذا راني وضعتهم في المكان تاعهم اللي المفروض يكون على جانبي المستودع هاوليك. اذا هذه اللي كانوا فيها اهم الازهار تاعها، هذه بدات بالازهار. اذا حنضيفهم في المحيط، ونفس الشيء بالنسبة للإصيص الثاني، نفس الشيء حنوضع 5 في المحيط. هذه يجب زراعتها على عمق حوالي 10 إلى، هما كاتبين 10 إلى 12 سنتيمتر، لا عفوا 6 الحجم تاع الأبصال اللي هو 10. هذه المفروض نزرعوها على عمق 6 إنش، يعني حوالي 12 سنتيمتر، ونخليو مكان بين 4 و6 انش بين بصلة واخرى اللي هو حوالي ايضا 12 سنتيمتر. المهم انا حنوضعهم يعني على المحيط 5، حنوزعهم بشكل متساوي ونغرسهم. اذا هيا نبداو العمل.
الان بالنسبه للازهار الاخرى حنغرسها هنا في وسط ازهار التوليب كما عملت مع الداليا. اذا حنشوف كل الفراغات كما هنا، هذه كاينه نبته تاع هيبسكس هنا راهي مازالت في مرحله السبات ومن بعد تستفيق وحتعطي ازهار. لكن عندي اماكن فارغه هنا، عندي هنايا في الوراء عندي اماكن الفراغات، رايحه نقوم بغرس الازهار الاخرى هنا. عندي 6 منهم راح اقوم بتوزيعهم في الوسط. كما تعرفوا فهذه ازهار التوليب، حتى هذه نوع النرجس اللي تزهر في فصل الربيع ومن بعد في الصيف طبعا ينتهي فتره ازهارها، تذهب دوك الابصال في السبات حتى للربيع القادم. الان شوفوا كما هنايا، نعطيكم فقط نصيحه اللي عندهم ابصال ربيعيه مثلا كما هذه تاع النرجس. هاكو تشوفوا بعد ما تذبال الازهار ما لازمش نقوموا بقص الاوراق او الجذع، وانما نتركوها حتى الاوراق كلها تصير صفراء وتذبال باش نقصوا هذيك الاوراق، لانه من الضروري انه الطاقه او يعني المواد المغذيه الموجوده في الاوراق رايحه تنزل وتروح للابصال اللي موجوده تحت التربه باش تغذيها، باش تكون عندها الطاقه في الموسم القادم باذن الله باش تزيد تعطينا ازهار جميله. اذا بالنسبه لي انا، لانه انا اعيش في مناطق بارده، عندنا شتاء بارد حيث درجه الحراره تنزل تحت الصفر لعده اشهر، فانا لا احتاج الى نزع الابصال، نخليها هنايا تبقى تحت التربه طول فتره السبات تاعها خلال فصل الشتاء، وهي وحدها في فصل الربيع رايحه تستفيق وتكبر. بينما اللي عايشين في مناطق وين الشتاء تاعها ما يكونش بارد، يعني حتى وان برد بالنسبه لكم فهذه درجات الحراره هذيك ليست كافيه بالنسبه للابصال، فانتم مضطرين انكم تستخرجوا الابصال بعد طبعا ما تخلوا الاوراق كلها تذبل وكل الطاقه تنزل للابصال تحت الارض. بعد ما تقوموا بعمليه يعني تنزعوا هذوك الاوراق الصفراء اللي دبالت، قوموا باستخراج الابصال ووضعوها في اي كيس، سواء كيس من البلاستيك او كيس من الورق. اذا قدرتوا توضعوا لها يا اما نشاره خشب او البعض من البيت موس، ووضعوها فيها وحفظوها في مكان جاف ومظلم وبارد، خاصة في فترة الشتاء لازم لها فترة برودة. إذا وضعوها في الثلاجة، ليس في الفريزر أو الكونجيلاتور، ولكن وضعوها في الثلاجة على الأقل عدة أسابيع، يعني أحسن شيء ربما 6 أسابيع من البرودة، ومن بعد خرجوها وغرسوها في الأرض. بهذه الأزهار تاع الأيريس راهي على وشك أنها تتفتح، راكم تشوفوا هنايا. هذه العام اللي فات فقط اللي غرستها أول مرة، غرستها في نهاية الموسم، كانت ما عطتنيش أزهار لأنه كانت في نهاية الموسم عفوا عملوا عليها تخفيضات، شريت منها 4 نبتات، كاين هذه وكاين هذه أيضا، هذه فقط أوراق خضراء تاعها. إذا خديت 2 من كل وحدة، وهذا اول موسم اللي رايحه تقوم بالازهار. اذا راني متشوقه باش نشوف ازهارها، هي عندها ازهار زرقاء جميله جدا. هاي ليك واحده اخرى هنايا. المهم هذا كله حبيت نعطيكم قبكم معلومات على طريقه العنايه بابصال توليب، يعني صح لفتره رايح الشكل تاعهم لي يكون جميل لانه الازهار تذبل وتوقع، فقط نشوفوا هاد السيقان، ولكن ضروري اننا نتركوها من اجل الحصول على نفس المناظر الجميله في الربيع القادم باذن الله. اذا الان حنقوم بحفر الاماكن الخاصه بنباتات الإشيناسيا او كون فلاور، ومن بعد نجيبوها تكون مرت 30 دقيقه تاعها اللي كانت في فتره النقع في الماء، ونقوم بغرسها مع بعض. إذا نوريكم الأماكن اللي درتها. إذا حطيت هنا، حاولت إني نوزعهم بالترتيب، إذا وحدة هنا، 2 3 4، ومن بعد هنا 5، وحدة هنا في الوسط 6، والأخرانية هنايا 7. إذا حاولت إني نوزعهم بطريقة كما يقولوا باش كل المنطقة هذه تتحصل على الأزهار. إذا
نغرسوهم ونشوفوا النتيجة اللي رايحة تعطينا فيما في الصيف بإذن الله. طب